واحد بيقول لنا كلمة يعني قوية في استئناف الحكم، بيقول ايه؟ ألا ترى معنا؟ أرى معكم يا أخي. بيقول ايه؟ ألا ترى معنا أن الرسالة المكتوبة إلى أهل غلاطيا كاتبها هو الرسول بولس وليس فلان، وموضوعها النعمة، فرجاء محاسبة بولس الرسول إن أمكن. طبعا أنا لو كنت صعدت إلى السماء وجلست عن يمين الآب كنت ممكن تقول لي تحاسب بولس الرسول، حتى وفي ذلك المكان لا نحاسبه، ده هو اللي حاسبه. لكن شوف يا ابني، لكي اريحك من هذه النقطة احب ان اقول لك الآتي: هناك فرق بين الرسالة التي كتبها بولس الرسول وبين تفسير وشرح الرسالة حسب مفهوم الكاتب. أظن وصلت لك الحكاية. هناك فرق بين الرسالة، بين نص رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، وبين مفهوم شخصي في شرح الرسالة. حتى نفس رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا لا تحمل نفس الفكر كما تظن. يعني مثلا يقول في غلاطيا 5:17 و16: أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، حتى يقاوم أحدهم الآخر، حتى تفعلون ما لا يليق. يبقى ما نقولش إن الإنسان استراح من الخطية إلى الأبد كما يقول الكاتب، وإن ألغيت الخطية وألغي حكم الموت. بيقول الاثنين يقاوم أحدهم الآخر حتى يفعل الإنسان ما لا يليق. و وبولس الرسول نفسه فيما الكاتب يهاجم الناموس زي ما قلنا في المرات السابقة، وقال ألغي الناموس، والناموس لم يعد له وجود ولم تعد له سيطرة. فبولس الرسول يقول هو نفسه في رومية 7 آية 14 بيقول: فإننا نعلم أن الناموس روحي، أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. فإزاي بولس الرسول بيقول الناموس روحي وهو في تفسير بولس الرسول يقول الناموس ألغي وانتهى ولم يعد له وجود؟ وإزاي يقول الخطية ألغيت بينما بولس الرسول نفسه بيقول أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، ليس ساكنا في أي في جسدي أي شيء صالح؟ عشان كده في فرق بين ما يكتبه الرسول وبين ما يفسره البعض أو ما يشرح به البعض كلمات الرسول. وأيضا الوضع الشامل، يعني فيما ننظر إلى كلام الرسول ما ناخدش آية ونكون منها تعليم ونسيب بقية الآيات الأخرى حتى التي في نفس الرسالة. ما تخافش على بولس الرسول، فيش حد هيقدر يحكي، ما تخافش.